السلام عليكم. النهاردة هنعمل أسهل طريقة لعمل الكفتة. هنقدم الكفتة مع الرز البسمتي. طبعا التنوع في تقديم اللحوم بيبقى من الأشياء المهمة، كما تعد أطباق الكفتة من أشهى الأطعمة. هنجيب كيلو لحمة مفرومة، واحد بصلة متوسطة مبشورة، معلقة صغيرة ثوم مهروس، 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، 1 معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة من الـ7 بهارات، نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، 6 معالق كبيرة من البقسماط، وبيضة، نص حباية بطاطس مسلوقة مهروسة. بعد كده هنخلط الخليط كله مع بعضه كويس جدا، ونتأكد ان هو متجانس كله مع بعضه. بعد كده هنجيب الزيت علشان نشكل الكفتة زي ما احنا عايزين، الشكل اللي يناسبك. انا هنا هعملها على دواير، ممكن انت تعمليها طولية زي ما انت عايزة، اهم حاجة يكون السمك رفيع عشان الكفتة تستوي. بالمنظر ده طبعا الزيت بيسهل التشكيل، عشان كده احنا بنجيب كمية زيت صغيرة قوي بنحطها على كل كفتية، وزي ما قلنا قبل كده السمك يكون رقيق رفيع خالص علشان الكفتة تستوي معانا. خلاص كده خلصنا الكفتة، نسيبها ترتاح لمدة 30 دقيقة في التلاجة. بعد كده هنبدأ في الرز البسمتي. هنجيب مية مغلية و2 معلقة كركم مع الملح، معلقة ملح، ونقلب. نحط 3 كوب أرز مغسول، وهنحط عليه كل المكونات اللي احنا قلناها. نقعد نقلب. بعد كده هنصفيه من المية، نجيب حلة ونحط فيها زيت وبصل، هنحط فيها كل المكونات، كل التوابل اللي انت تحبيها، قرفة، حبهان، 7 بهارات، الليمون، كل ده بيديها طعم تحفة. ورق اللورو. وهنقلب كويس قوي البصل مع البهارات اللي احنا قلنا عليها. طبعا ممكن تزودي فلفل حار لو حابة، لو بتحبي الاكل حار. نص معلقة صغيرة من الكاري وكوب مية مغلي. برضو هنقلب كل المكونات ونتأكد انها متجانسة كلها مع بعض، وبعدين نحط رشة ملح خفيفة. بعد كده هنجيب الرز اللي احنا كنا سلقناه ونحطه على نار هادية ونغطيه، بس نقلبه كويس قوي مع البهارات اللي احنا حطيناها، بعدين نسيبه على نار هادية خالص. طبعا نقوم نقلب الرز من وقت للآخر ونتأكد ان هو استوى. دي اكتر طريقة واسهل طريقة ممكن الرز ينجح معاكي فيها، وبيبقى طعمه تحفة. دلوقتي هنجيب مقلاة ونقلي فيها الكفتة مع كمية زيت صغيرة قوي. تقليبة خفيفة كده عشان ما تتكسرش معانا. بعد ما نتأكد انها استوت نشيلها على جنب ونقلي بقية الكمية اللي متبقية. هنكمل قلي الكفتة لحد ما تخلص كل الكمية المتبقية.
هنكون عملنا ألذ وأسرع طبخة ممكن تتعمل، وشكلها جميل ولذيذة جدا، لونها الذهبي الحلو ده. بنقدمها مع الرز. وبالهنا والشفا.